السلام عليكم أعزائنا أعضاء SBE Chapter كربلاء الطلابي والمتابعين الكرام، تحية طيبة. نبدأ على بركة الله. اليوم عندنا ورشة بعنوان Ligging in your opportunity to start a successful career. Ligging in هي فرصتك لبناء حياة مهنية ناجحة، وأيضا هي منصة اجتماعية مهنية عبر الإنترنت تمكن الأشخاص والشركات بناء وتوسيع شبكاتهم المهنية والتعاون على الأعمال والفرص المهنية. تعتبر منصة لينكدين ذات قوية للتواصل المهني وبناء سيرة ذاتية عبر الإنترنت. من خلال هذه الورشة ستتعلم عن أهمية المنصة وعن استراتيجيات إنشاء ملف تعريف جذاب وبعض النصائح التي ستساعدك في زيادة فرصك للحصول على وظيفة. الورشة من تقديم مدربة لينكدين آلاء المصري. تفضلي يا ست آلاء. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا فيكم، شرفت بحضراتكم. عليكم السلام. بس من بعد إذنكم الله يكرمكم، الموضوع ما حيكون أنا لحالي بس، فتكونوا جاهزين بشكل صوتي. كمان بدي حضراتكم تشاركوا بشكل صوتي، وكمان على الشات الله يكرمكم ببروفايلاتكم على لينكد إن لو سمحتوا تزودوني برابط بروفايلاتكم على الشات على الجوجل ميت. من بعد إذنكم كبداية حتى أشوف البروفايلات، نعلق عليها، نشوف شو صح شو غلط، نعلق على بروفايلات بعض. رابط البروفايل بيكون خليني أعمل شير عشان يمكن في أشخاص شوي مبهم الموضوع عندهم. رابط البروفايل بيكون من هون، أنا عملت شير. تمام، بتلاقوه هون فوق هذا الرابط بالمتصفح، هذا اللي بدي اياه، رابط البروفايل مو رابط صفحة الهوم. تمام، حلو، ممتاز. هي من محمد اجاني. مين كمان؟ وبس من بعد اذنكم تشاركوني بس بشو هدفكم، شو او شو بتعرفوا عن منصة لينكد ان، شو هي منصة لينكد ان؟ بدي اعرف بس وجهة نظركم، شو خلفيتكم على المنصة مع الرابط اللي انتو حتبعتوه من بعد اذنكم. أين أنتم؟ وينكم شباب صبايا؟ هلا بعت لي بس محمد، بس بدي الباقيين من بعد إذنكم. بس لو أعرف هل صوتي واضح مو واضح، بتسمعوني ما بتسمعوني، شو الفكرة؟ واضح. نعم سيدة نسمع. نعم، حلو، كتير ممتاز. بس شاركوني الله يكرمكم، بس هيك يكون الرياكشن حتى نقدر نقول أكثر فائدة مطلوبة بدكم إياها من خلال هاي الورشة من بعد إذنكم. تمام، هي رابط آخر. حلو كتير. نعم، هلا نسخ الرابط هي فقط زهراء، هي انك بس تروحي هي انا عامله شير. هلا مثلا بدي اروح اخذ رابط محمد، رحت بس عملت له، ظلت عليه بالفرع، عملت له نسخ وبعته لجوجل ميت، عملت له لصق لجوجل ميت. جديد على البرنامج. نعم، هلا صراحة شباب صبايا، فكرة منصة لينكد ان يكون شغلة هيك على السريع. هلا لينكد ان هي منصة جدا رائعة، ويا ريت يعني تبلشوا فيها هلا على طول فورا، لأنه صراحة الفرص الموجودة فيها جدا رائعة جدا ممتازة. أنا فيني من خلالها أبني علاقات، أبني سمعة، أبني بيرسونال براند، علامة تجارية خاصة فيني أنا. حتى لو كنتوا جداد على المنصة، حتى لو كنتوا لسه بالسنة الرابعة جامعة، أو لسه هلأ تخرجتوا، أو لسه بتدوروا على فرصة عمل، فالمنصة جدا مهمة.
هي كأي سوشيال ميديا أخرى، تويتر، فيسبوك، بس اختلافها إنه إحنا ما عم نحكي عن حياتنا الاجتماعية، لا عم نحكي عن حياتنا المهنية. شو برأيكم؟ بس بدي حتى إذا كان بشكل صوتي أو على الشات، شو الأهداف اللي برأيكم فينا نحققها من خلال هاي المنصة؟ شو برأيكم فينا نحققها؟ أو شو بتعرفوا عنها؟ ممكن تتعرف على الشركات وتتعرف على الناس اللي مثل مهنتك، يعني حلو زي كثير محمد. عملك. نعم، شو كمان؟ شو بتعرفوا عنها كمان؟ ممكن نسوق نفسنا بشكل أفضل، مهاراتنا أو على الشركات، يعني تعتبر منصة لتسويق المهارات، تسويق نفسنا نعم، يعني هلا هي وسيلة كرمال أنا أسوق لنفسي من خلالها، كرمال أنا أوصل لفرصة عمل معينة، بس شو الهدف النهائي؟ الهدف النهائي إني أنا أنعرف من ضمن مجال السوق اللي أنا بدي أنعرف فيه، سواء كان عن طريق مجالي عملي، تسويق، برمجة، مبيعات، شو ما كان. السوشيال ميديا، لينكد إن، صراحة كتير مهمة، كتير رائعة. طب مهما حكيت لكم، مهما قلت لكم، ما حتقتنعوا حتى يكون في مثلا اشخاص، تجارب من شباب وصبايا اخرين بنفس اعماركم نجحوا في استخدام هاي المنصه. وانا عامله حوارات مع شباب وصبايا باعماركم نجحوا من خلال هاي المنصه. ان شاء الله حبعتها لحضركم هلا شوي تاني على الشات. هلا هاي نقطه. النقطه الثانيه، خليني انا ابلش على طول بالموضوع، خليني افتح اكثر من بروفايل بعتوا لي اياه. حلو كثير. حنحكي على أول نقطة. أول نقطة إنه كيف لازم يكون بروفايلي. طب أنا طالب، شلون أنا أسس بروفايلي بطريقة صحيحة؟ هلا حنحكي على أول شيء على بروفايل محمد. شو رأيكم ببروفايل محمد؟ هلا من أول نظرة، شو رأيكم فيه؟ أنا ما حقلكم شيء، بدي منكم وجهة نظركم. هي بروفايل محمد، شو أول رياكشن، الانطباع أخذته منه من أول نظرة شفتوه البروفايل؟ نايمين وينكم؟ هلا قبل ما تجهزوا تماما وهي الامور تصير، بس تفضل، مين بده حابب يحكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. انا اول انطباع اخذت عن الاستاذ محمد انه مثل صوره شيء معتاد، يعني عارف انه المفروض يعني يكون شغله شخصيه لك، يعني مو صوتي، يعني نخليها يسمونها بالحقل. يعني انا شفت، يعني المفروض صوره شخصيه، شلون يعني نسمع بالجوازات مع السفر او صوره البطاقه الوطنيه، مو شيء صوره، يعني نقول هذا الشخص، يعني بدل من الصوره هكذا معتاد. هذا اول انا صار عندي علي. نعم كثير هذا. طب هلا حلو، ممتاز ممتاز الكلام. هلا ما بيمنع صوره تكون من مقر العمل، من مكان العمل اللي هو عم يشتغل فيه، بس في نقطه بالاواعي تبع العمل، في نقطه مهمه. شو هي؟ انه لازم تكون قريبه على ملامح الوش، قريبه على ملامح الوش. انا بعيده ما كثير شايفتها. وشو كمان؟ نحاول قدر الامكان تكون الخلفيه ما فيها كثير تشويش، يعني ما فيها يعني هي الحدايد، هيدا الامور، هي القصص اللي هي اساسا من مقر العمل، لانه حتشوش عليه اول ما شوف هي الصوره. طب شو خليني ابعد اشوف، اورجيكم مثلا صوره شخصيه صحيحه. تمام. هلا هي الصوره، هي صح، هي الصوره لا محمد هي صح، بس في نقطه واحده، الابتسامة. هلا صحيح حتقولوا لي الابتسامة اكيد ما حتجيب لي فرصة عمل، طبعا ما حتجيب فرصة عمل، بس اللينكد ان، انا وقت ادور باللينكد ان بالسيرش، روح لهون مثلا، بتلاقي اول شيء صورة شخصية شخص، صورة شخصية تبعه بالسيرش، على اختلاف السوشيال ميديا الثانية الاخرى. الرياكشن اللي حاخده هو حاخده من الصورة الشخصية، اذا ما كانت محطوطة بطريقة صحيحة ما رح يمشي الحال. الابتسامة بتأثر بشكل كتير كبير.
بس باقي الابتسامة حتى هي تكون مثل النارة اني شجعني اروح على بروفايل محمد اضغط عليه وافوت لجوا اشوف شو عم بيعمل شو عم بيساوي. هلا هي صحيحة بس ناقصها هي الشغلة. شو شروط الصورة الشخصية الصحيحة؟ انها تكون هيك قريبة على ملامح الوش، يعني مثلا هلا هون محمد تكون على ملامح الوش وما عندك مشكلة بالقواعد، ما عندك مشكلة بالهذا، بس يكون الخلفية تبع سادة. شو سادة؟ يعني هيك، يعني هي تكون سادة هيك ما فيها أي تشتت للعين. شو ما كان اللون ما عندي مشكلة. هلا هي أول نقطة، هي أول نقطة لازم تكون مهمة بالنسبة لكم. طب شو النقطة الثانية؟ النقطة الثانية هي هي هذا اللي مكتوب تحت الاسم الكينيا. هلا هذا مكتوب تحت الاسم الكينيا احنا باللينكد ان بنسميه هيدلاين. هي نبذة مختصرة كثير عني، هي عبارة عن 220 حرف. هذا اللي كاتبين انتم اغلبيتكم انه انا مثلا شخص طالب او خريج جديد من القسم الفلاني من الهندسه من الجامعه الفلانيه الى اخره. طب بس هون لازم انا اكتب شيء ثاني الهيدلاين، هذا اسمه هيدلاين. شو رايكم شو لازم اكتب؟ شاركوني من بعد اذنكم سواء بشكل صوتي او على الشات على جوجل ميت. شو لازم يكون هون بالهيدلاين؟ شو رايكم؟ اعطوني افكار. أعتقد أنه لازم يكون حماسك ونبذة مختصرة عن نفسك وأنه كيف أنت جاهز للعمل. نعم تماما صح مظبوط شيء هذا. نعم صحيح. يعني هلأ هون للأسف في أشخاص هن بيكونوا باحثين عن عمل بيكتبوا بالهيدلاين أنه أنا open to work لاختصاص معين لمجال فلاني معين. هلأ هذا الشيء غير صحيح. ليش؟ لأنه في كثير بروفايلات عاملة وكاتبة بنفس الصيغة نفس الأسلوب. حتى انا ميز من حالي شو لازم اكون اكتب مثلا انا طموحه اني اشتغل في مجال الفلاني في الامر الفلاني، او فيني انا مثلا اقدم لك حلول معينه للمجال الفلاني مثلا اذا اشتغل في الهندسه الفلانيه في الامر الفلاني في المجال الفلاني. يعني تكون فيه كلمات ايجابيه، تكون كلمات مختلفه عن الكلمات المعدده اللي احنا بنشوفها بالديدلاين. انه انا اكتب مثلا خريج هندسه، انا خريج هندسه ومتحمس للعمل في المجال الفلاني، او انا مثلا عندي خطط كثير طموحه واشتغل في المجال الفلاني. هلا هون بضرب عصفورين بحجر واحد. عصفور الاول بقول انه متميزه عن الطرق التقليديه اللي دائما بشوف البروفايلات انه انا اوبن تو ورك كذا كذا. خليني اكون متميز حتى يشوفني الريكروتر اللي هو مسؤول عن التوظيف. فهون وقت يشوف البروفايل المتميز ومكتوب بطريقة وبكلمات متميزة عن البروفايلات الآخرين حيهتم فيني، حيهتم ببروفايلي، حيشوف شلون أنا كاتب بروفايلي. طب إحنا شو كمان؟ شو كمان لازم انتبه؟ الصورة الخلفية شو رأيكم فيها؟ هي الصورة الخلفية اللي هي هون اللي هي هاد مثلا أنا عندي هنا نماذج أخرى هون مثلا ما في صورة خلفية. أغلبيتكم حاط صورة خلفية معبرة عن مجالكم، بس شو رأيكم فيها؟ هل هي صحيحة أو مو صحيحة؟ مثلا هون في محمد مثلا مصور ورا الأبنية، لا من شيء معبر عن مجال الشغل تبعي أو عن مجال دراستي. شو رأيكم فيها؟ باب صبايا حابين تطلع صوت ما في مشكلة أو حابين تعشان يا زهرة صح كلامك خبراتك مهاراتك بالهيدلاين. نعم طيب شو ما أنا بدي بس من بعد إذن. هلا بس عبال ما تجهزوا الصورة الخلفية، هي الفكرة إنه ماشي أوكي أنا معبر عن دراستي معبر، بس بدك تكتب كتابة، يعني بدك تحكي شيء، يعني بدك تقول شيء، إما تقول حكمة أنت مآمن فيها. هلا هون إحنا صحيح إحنا كطلاب أو خريجين جدد لسه ما كتير واضح الأمور عنا انه شو هي الكلمات او شو هي المسميات الوظيفيه اللي انا بشتغل فيها. هلا هون بالعاده شو بنكتب؟ هاي باك جراوند عن التصميم، بكتب مسميات وظيفيه. شو يعني مسميات وظيفيه؟ يعني فرضا ماركتينج، سيلز، بروجرامينج، جرافيك ديزاينر،
بتقول هاي القصص، وانت كمان ما عندك مشكلة تكتب في موضوع مجال الدراسة تبعك اللي اشتغل اللي درست فيه، اكتب هاي الكلمات. هاي الكلمات اول ما يزور هذا الشخص خلص بيعكس عنكم فكرة انه انتم مختصين في هذا المجال، انتم شغلكم حيكون مستقبل في هذا المجال. اما بس صورة لا ما حيمشي الحال، مع الصورة مع الكتابة. شو يعني؟ خليني اورجيكم مثال. خليني اشوف. سؤال ممكن سؤال بس تفضل. اكيد تفضل. اكيد تفضل. ممكن تكتب يعني مجال عملك والمجال اللي انت انترستينج بيه، يعني اللي حاب انه تعرف عنه، يعني مع بعض نسوي بالكفر ايوه اللي حابب تشتغل فيه مستقبلا، صح؟ واللي انت يعني تحبه او حابب تدخل فيه صح غير الاختصاص اللي انت اوريدي يعني بيه. تمام، حلو كتير. هلا يعني هلا غير اختصاصك، يعني الاختصاص بعيد ولا هو بنفس المجال او يعني قريب؟ ممكن بنفس المجال، او ممكن انت حابب مثلا ديزاين، حابب التكنولوجيا، حابب شيء ثاني يعني، وممكن تخليهم مع بعض يعني. هيك سؤال. تمام. هلا هون في نقطة يعني لازم ننتبه لها، الفكرة انه انا اجي اكتب انا مثلا اتخرجت من المجال او المجال الفلاني اللي هو الهندسة، واجي اكتب مثلا بالباك جراوند انه بدي جرافيك ديزاينر مثلا، هون حيسبب تشتت لهذا الشخص اللي هو عم يعني يشوف بروفايلي انه انت شو بدك؟ بدك هندسة اللي انت هو اساسا طلعت منها، ولا بدك جرافيك ديزاينر، ولا شو بدك؟ بدك بروجرامينج. فاذا كان التعليم او انت تخرجت من مجال مختلف عن المجال اللي انت حتشتغل فيه بكره، فما تحط مجالين مختلفين، خلص حط المجال المستقبل اللي انت بدك تشتغل فيه. عرفت علي كيف؟ هذا بسبب تشويش عند الشخص. بدك ما تختص، ما تشتغل في المجال اللي انت تخرجت منه، فبقى هون بدك تركز على المجال المستقبل اللي انت بدك تشتغل فيه، جرافيك ديزاينر، بروجرامينج، شو ما كان. لا افرض انه تجي تكتب مثلا هون هندسة، بعدين تروح تكتب هون مثلا جرافيك ديزاينر، طب انه شوف شان ما حيمشي الحال. فهون بالباك جراوند، نرجع لموضوع الباك جراوند، خليني اعطيكم مثال لباك جراوند صحيح. مثلا هيك مثلا تمام. هلا هون مثلا في صبية، هي صبية بمجال هيومن ريسورسز بالموارد البشرية. هلا بتشوفوا معي انه هي كاتبة المتابعة، تمام، وكاتبة مسميات مرتبطة بهذا المجال، سكيلز، مهارات، اتش ار ستراتيجي، تريننج اند ديفلوبمنت. هدول الامور، هدول شيء مرتبط بالمجال الشغل اللي هي بتشتغل، تمام. فهذا الشيء انا فيني اركب صورة، اكتب كتابة، ما اكتفي بس فقط بصورة مثل هاي، لا بدي اكتب كتابة. حتقولوني طب ما بعرف لا بالجرافيك ديزاينر ولا بالتصميم ولا بشيء، ما عندك مشكلة، في عندك كانفا، موقع كانفا اللي هو هذا الموقع بيأمن لك تمبلت جاهز. بتروح بس تنقر تكتب مثلا لينكد ان بانر، خليني اكتب لكم مثلا لينكد ان بانر، بس كده لينكد ان بانر بس بالسيرش طلع لي الكتير، يعني هلا مثلا 100,000 تابلت جاهزه، بس فقط انت تنقر على وحده، تمام، واعمل لها كستمايز وعدلها كيف ما بدك، ورجع وجي نزلها على لينكد ان. فينك تغير بالكتابه، فينك تغير بالالوان، اعمل اللي بدك اياه، تمام. هذا بيقول لك حط الصورة المعبرة عن مجال شغلك، مجال الهندسة، شو ما كان اللي بدك بكرة تشتغل فيه، واكتب الكتابة اللي بدك اياها ويجي ينزلها عندك على البروفايل بالألوان، بالأمور اللي بدك اياها، بالكتابة اللي بدك اياها. طب نرجع، شو في كمان هلأ هون؟ طب شو برأيكم؟ أنا دائما بيسألوني هذا السؤال، خاصة الطلاب الخريجين الجدد بيقولوا لي طب احنا عنا في هون، احنا عنا تحت عنا شيء اسمه قسم الأباوت، وعنا احنا هون قسم الاكسبيرينس. هلا الاباوت ما حكثير فاصل فيه عشان ما اضيعكم، خلينا قسم الاكسبيرينس. قسم الاكسبيرينس انه بيقول لك انت شو الخبرات او شو المجالات او شو الوظائف اللي اشتغلت فيها. بيقولوا لي طب انا ما اشتغلت في شيء، هلا انا خريج جديد، طب انا شو بدي اكتب بهون بهذا القسم؟ شو برايكم شباب؟ شو لازم تكتبوا هون؟
بقسم الاكسبيرينس لسه، انتوا لسه ما اشتغلتوا بشي، ما عملتوا شي. ممكن نكتب الكورسات اللي أخذناها طيب حلو كتير، شو كمان؟ وبعد شنو والله تدريب التدريب الصيفي اللي تدربت بيه ممكن؟ تمام أكيد تمام، شو ممكن كمان؟ بعض، ممكن بعض يعني إضافة إلى كلام حسين، ممكن الكورسات الحضورية اللي خذيتها ممكن، أو الندوات اللي ممكن شاركت بيه ممكن؟ ممكن طبعا طبعا. هلا هون بالاكسبيرينس، انا بالنسبه انا اكيد الاشخاص اللي بدهم يوصفوا، عفوا تمام، الاشخاص اللي بدهم يوصفوكم مثلا، طب اوكي هن بيعرفوا عندهم فكره انه انتم لسه ما عندكم خبره، فهذا الشيء يعني مفروغ منه، بس كمان انا فيني احط بدائل بالاكسبيرينس اللي هي هون، اللي هون مثلا، هون في اكسبيرينس تمام. هلا هون بالاكسبيرينس مثلا في تحطوا خبرات تطوعيه، فولنتير اكسبيرينس، مثلا تطوعتوا لجهات معينه في مجال معين، حطوها بالاكسبيرينس، ما عندكم مشكله. طب شو كمان؟ كنتوا في الجامعه مسؤولين عن نشاط معين، عن امر معين، حطوها، ما عندكم مشكله. طب شو كمان؟ تدربتوا لفتره معينه ضمن شركه فلانيه، كمان حلو كتير. وهدول الامثله والنماذج الشباب اللي قالوها كمان كتير ممتاز، ما عندكم مشكله حطوها. صحيح احنا عنا بالبروفايل اقسام خاصه بالإديوكيشن، اقسام خاصه بالكورسات، بالفولنتير اكسبيرينس، بس فينا نجي ونحطه بقسم الاكسبيرينس، ما عندك مشكله انك تكررها، ما عندك مشكله، بس بشان الاكسبيرينس ما يكون فاضي، لا حط اكسبيرينس، انه شو الاكسبيرينس؟ طب انا خبره تطوعيه، وين عند الجهه الفلانيه؟ طب شو عملت؟ ساهمت في كذا، 1 2 3 4، قدمت لهم كذا، كم عدد ساعات عندي؟ 1 2 3 4، بالمجال الفلاني، عند الجهه الفلانيه. فهي الامور بتساعد بتساعدك انك تتميز عن غيرك، مو انه تتركها فاضيه. حدا عنده سؤال لهون؟ في شيء مو واضح شباب صبايا؟ ست يعني بحقل الاكسبيرينس ممكن نخلي اعمال يعني ضمن الاختصاص، أعمال خارج الاختصاص اشتغلناها مثلا أثناء فترة الدراسة، يعني أعطيني أمثلة. يعني مثلا ماركتينج أو مبيعات أو من هاي الأمور، تمام، بعيد عن النقط أو اختصاص الهندسة. طب هل مثلا بعدين هل هدول الامور اللي حطهم اللي هن مختلفين عن الهندسه رح نشتغل فيهم بكره مستقبلا يعني، ولا انا بس امور اشتغلنا فيهم من قبل او عملناهم وسويناهم خلاص؟ لا اللي اشتغلنا فيهم سابقا. تمام هلا فيني احطهم، ما عندي مشكله، يعني انا حتى لو شوي كانوا بعيدين عن المجال الهندسي ما عندي مشكله، فيني احطهم. هلا المجال التطوعي هيدي الامور انا ما فيني اتحكم انه يكون دائما ضمن مجال الشغل تبعي كمثال، فاذا كانوا بعد شوي ما عندي مشكله، بس حاول قدر الامكان انه تحاول انك تكون فتره التدريب بالمجال اللي انت بدك تتوظف فيه بكره، تمام، يكون العمل التطوعي او الامر اللي بدك تقدمه يكون مرتبط مشروع تخرج، امر معين يكون مرتبط بهذا المجال اللي انت بدك تشتغل فيه بكرة. حدا عنده سؤال ثاني؟ في أمر غير واضح؟ أعطوني أسئلة من بعد إذنكم، أنتوا أكيد عندكم أمور أو تفاصيل مبهمة. حسين طلبت مني أمثلة وحسابات، بس لو تقلي أمثلة عن شو بالضبط حتى أوجيك الأمثلة اللي هي على الفكرة اللي بدك إياها. والله ما بعرف إذا المحاضرة مسجلة أو لا، ما عندي فكرة. تمام، بس لو تشاركوني أكثر من بعد إذنكم، عندكم سؤال شيء أم غير واضح؟ لا تفضل مصطفى. نعم الشخص اللي قال على امثله، فعلا مثل امثله مثل حسابات معينه انه ننتقل عنها، ممكن يعني جزء من الاكسبيرينس مالتنا على اللينكد مو هالقيت،
يعني مو فنحن مثل هذا مال فريش جرادويت ممكن تستخدم هيج ديزاين هيك شلون مسوي مثل هذا لا مشتغل لفت فترة معينة في شيء يبين في حسابات معينة ممكن يعني نعم يا أهلا وسهلا تفضل عبد الله. ست بخصوص الشهادات اللي تكون بنهاية الدورات ضروري إنه نخليها يعني كصورة مو كاسم دورة يعني نعزز الدورة اللي إحنا ماخذيها أو الكورس اللي إحنا ماخذيه بصورة للشهادة يعني ضروري تمام. يكون أو فقط إنه الاسم اسم الدورة أو الكورس. نعم هلأ هون في عنا خيارين خليني أوجيكم. إذا أنا نزلت لتحت في عنا قسم السيرتيفيكيشن، هذا قسم السيرتيفيكيشن أنا بحط فيه الشهادة اللي أنا أخذتها، ما بحطها كصورة لا بحطها كاسم، إني اسم الشهادة الفلانية من الجهة الفلانية أخذتها في التاريخ الفلاني، بس أنا بدي حط الصورة. هلا هون للأسف ما فيني حط صورة. طب هاي الشهادة كتير مهمة بالنسبة إلي وبتزيد لي المصداقية أكثر، بدي حطها وين حطها؟ في إحنا عنا قسم اسمه قسم الفيتشر، هورجيكم إياه من بروفايلي. هفتح على بروفايلي. هلا ما في حدا منكم مفعل قسم الفيتشر؟ ثواني. نعم ما في حدا. تمام قسم الفيتشر شباب صبايا بتكون هيك، اذا نزلت لتحت في شيء اسمه فيتشر، هذا قسم مميز، هذا قسم ما كتير قديم على لينكد ان. اكثر الامور اكثر الشغلات اللي انا بفتخر فيها بتميز فيها، مشاريع سويتها عملتها، سواء كان بي دي اف سواء كان برزنتيشن سواء كان صور فيديو، فيني احطها بهذا القسم اللي هو هذا. تمام هذا القسم جدا مهم جدا رائع جدا بيجذب الانتباه، لانه اول ما يزور حدا اي حدا شخص البروفايل بيجذب انتباهه هذا القسم. فهون انا كمان فيني احط صورة الشهادة اللي تفضلت حضرتك وقلت طب أنا ما فيني حط صورة الشهادة في السيرتيفيكيشن، لا فينك تحط قسم الفيتشر مثلاً، حط الصورة وشو هي وعن شو كانت. كيف طبع أنا حط قسم الفيتشر؟ إذا رحتوا لبروفايلاتكم، رحتوا لصفحة البروفايلاتكم، رحتوا لهون open to، في جب open to add profile section. add profile section بتروحوا فيه، إحنا عنا ثلاث أقسام، الكور والrecommended والaddisional. روحوا على شيء اسمه recommended. تمام أول شغلة في شيء اسمه add feature، بس نقرأ عليها نقرة بيوديكم على قسم. هذا القسم نفس الفكرة نفس ما هلأ طالع عندي، في شيء اسمه عندكم زائد، هذا الزائد بس تضغطوا عليه بتلاقوا هدول الخيارات، فيكم تضيفوا مقالات منشورات روابط خارجية ميديا. لما ضغط على اللينك انه انا نضيف رابط، فيكم هون تضيفوا الرابط اللي بدكم اياه URL انت اللي بدكم اياه وتحطوه سيف وتحطوه هون، شو ما كان فيكم تحطوا هون. بصراحة هذا القسم جدا جدا مهم انكم تضيفوا، فيكم تضيفوا هون السي في تبعكم، فيكم تضيفوا نماذج عن شغلكم او صور بموقع العمل اللي انتم مثل ما انتم حاطين هون كتير، في مثلا هون صور انه انتم بموقع العمل او موقع الشغل تبعكم، هذه الصور كمان فيكم تحطوها قسم الفيتشر انه انت كتبت هاي الصورة في المشروع الفلاني في الامر الفلاني في الشركة الفلانية وتحطوا قسم الفيتشر. طب هلا في طلب مني انه انا اورجيكم نموذج للشباب متخرجين. طب خليني اورجيكم ثواني بس انا حروح ايوه لا للشباب تمام اتواصل بس ثواني وحرجع معكم. ثواني شباب صبايا ما هتأخر عليكم، بس عم بفتح لكم بروفايلات النماذج الأشخاص. تمام نرجع مرة ثانية نحط ويندو نعمل هيك. تمام هلا أنا فتحت هلا هدول للشباب لسا في منهم لسا جامعة في منهم تخرج، بروفايلاتهم جدا رائعة جدا ممتازة. في هذا الشاب محمد، محمد بيشتغل بمجال البرمجة. تمام شوفوا معي هلا هو عايش كان بالسودان بعدين هلا انتقل على قطر. شوفوا معي هلا الهيدلاين تبعه
الهيدلاين تبعه جدا مشجع جدا رائع. هلا هو كاتب المسمى الوظيفي تبعه، كاتب المهارات اللي هو بيتمتع فيها، هو بالبروغرامينج، بيعلم اطفال الصغار في مجال البروغرامينج في مجال البرمجه وبيدربهم، حتى كاتب المسمى الوظيفي الجديد الخاص فيه. هلا هون احنا ما فينا نكتب مسمى وظيفي لانه لسه ما اشتغلنا. ففيكم تكتبوا مهارات، فيكم تكتبوا المهارات تبعتكم، مهارات الخاصه بمجال الهندسه. طب ماشي، مجال الهندسه شو اكثر المهارات اللي انتم تعلمتوها؟ اكتبوا هون، اكتبوا مثل ما هي مكتوبه هون، هذا الشيء بيجذب الانتباه اكثر. وشو كمان شايفين مثلا هلا قسم الفيتشر اللي عنده كمان كثير رائع. شو الفكره محمد شو كان عم بيعمل؟ محمد كان عم بينزل قصص لاطفال، عم بيعلمهم البرمجه، صور كيف عم بيعلمهم هي البرمجه. هذا الشيء ساعده انه ينتشر بروفايله ويقوى اكثر واكثر. تمام، يعني هلا بتشوفوا اذا انا خليني اوجيكم مثلا هذا المثال، لانه لينكد ان مو فقط بس بروفايل، لينكد ان هو عباره كاي سوشيال كاي بلاتفورم اخرى، هو في مناقشات منشورات بتنزل مثل فيسبوك كيف بتنزل منشورات، نفس الشيء نفس الآلية لينكد ان بتنزل منشورات. بس شوفوا معي هلا هون اي امر هو بتساوي، ورشه عمل حضره، تدريب حضره، بينزل عنه، بينزل تفاصيل عنها، مثلا درب اطفال، بينزل انه درب اطفال معينه بالبرمجه، اي امر بس بيعمله بسرد قصصي. حدا بيعرف شو يعني سرد قصصي شباب صبايا؟ شو يعني اسلوب قصصي؟ شو يعني سرد قصصي؟ حدا بيعرف معنى هذا المصطلح هذا المسمى؟ انه تسرد اللي انت يعني صار معك بطريقه ممتعه، طريقة القصة حتى تكون مجذبة للقارئ. 100% يعني هلا مثلا في امر معين كنت عم بشرحه انه خليني اورجيكم منشور كتبته انه انا يا ريت اني بلشت في استخدام منصة لينكد ان من قبل ما اتخرج من الجامعة. هذا كان اختصر على حالي كثير وقت وجهد ووصلت الاهداف اللي بدي اياها قبل بوقت. يعني خليني اورجيكم مثلا ثواني بس حكون معكم كمان هون. كريم، كريم جدا حسابه رائع، وهو من الشباب اللي تخرجوا عن جديد ودائما بينزل منشورات متعلقة بالمجال، المجال اللي هو فيه business development engineer. فكمان هذا الشاب أنا هبعث لكم حوارات لهذول الشباب اللي أنا هلأ سويت معهم حوارات من فترة قصيرة كيف رجعوا عن طريق اللينكد إن شاء الله. بس آخر شيء ذكروني الله يكرمكم، خليني بس ورجيكم الأسلوب القصصي. هلا هي من الحوارات، بس خليني أورجيكم. طب مشان ما أطول عليكم، هي في أسلوب هون عامله تمام. طبعا هون في هون أستاذة عائشة كتير أسلوبها قصص. شو يعني؟ كأنه هي عم بتناقش شخص قاعد قدامها عم بيحكي معه، انه عم بيقول عم تقول هي راح تتفاجئ بمقاومه افكارك، فجوه كبيره في الوعي بينك وبين المحيطين فيك. هون كانك عم تحكي قصه وعم بتعالج موضوع معين وامر معين، مثلا انت مثلا صار معك بالجامعه وصعوبه انك تحصل على فرصه عمل، نزل هذا الامر، نزل اني انا كثير عم بلاقي صعوبه في اني احصل على فرصه عمل، عم بواجه هي المشاكل الفلانيه، اكتب له بسرد كانك عم تحكي مع شخص قاعد قدامك وعم تشكي له، ونزلها كمنشور، نزلك منشور. هذا الشيء كتير بيجذب الانتباه، انه انت قاعد عم تحاول، قاعد عم تدور، قاعد عم تطور من حالك، الناس كتير حتنتبه لهي القصص، والناس كتير بتحب السرد القصصي. فهذا هي الفكره، خليها ببالكم انكم تنزلوا اي امر مطلوب بمجال شغلكم او مجال المستهدف اللي انتم بدكم تشتغلوا فيه بكره، كتير رائع كتير ممتاز. طب خليني انا ورجيكم، ارجع مره ثانيه ورجيكم للبروفايلات اللي انتم عم تطالبوني انا ورجيكم اياها. مثلا هلأ شوفوا هون بالإكسبيريانس حاطت إنه هو كونتاكت، يعني هو في عقد معين لجهة معينة، حاطت التايتل تبعه وصورة عنه وكاتب شوي عنها. تمام، طب خليني أورجيكم مثلا مثال حلو كتير. هذا هو مؤسس مجتمع الأطفال المطور، يعني مؤسس مثل المبادرة، هي المبادرة مساوية كرمال يعلم الأطفال البرمجة.
فحاطت الصور تبعه، حاطت انه هو المسؤول عن هذا النشاط، عن هاي المبادرة. خليني ورجيكم تحت تحت ورا كم اكسبيرينس قدراني حطها، حاطت 20 اكسبيرينس. خليني ورجيكم تحت 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 اخر شيء. هاي فولنتير، شوفوا مثلا هو كان متطوع في جهة تابعة للإمارات، حاطت الصور تبعه، حاطت شو الفولنتير تبعه، شو كانت وشو علم أشخاص، شو علم طلاب، وحاطت الصور تبعه. طب أنا شو بدي أحلى من هيك؟ هذا الشخص على طول حوظفه، لأنه هو شخص نشط طموح، عم بيعمل مبادرات، عم بيحاول، عم يسعى. تمام. طب أنا نزلت كمان تحت، شو كمان؟ خليني ورجيكم كمان شو في قصص. هلا هاي القصص هي ما فيكم تضيفوها، لانه هو بس الفكره انه انتم شايفين. هلا الفولنتير انا فيني اضيف فولنتير، فيني اضيف صور بهي بهذا الشكل. تمام. بس عامل انه فولنتير التايتل، وحاطط الجهه اللي هو التطوع تبعه، ومنزل الصور. تمام. طب خليني اورجيكم واحد ثاني. هلا هذا الشاب صراحه جدا اشتغل على حاله، اشتغل على المحتوى تبعه، هو بيشتغل ديجيتال ماركتر. كان عايش بغزة، وهلأ عن جديد انتقل للسعودية من خلال لينكد إن، بسبب طبعا أكيد توفيق وفضل الله، ثم أنه اشتغل على بروفايله، وبسببها صار عنده فرصة عمل في السعودية في الرياض. فكمان عملت حوار مع هذا الشاب حول استخدامه الناجح للينكد إن، فبتلاقوا بروفايله موجود بطريقة احترافية صحيحة. شايفين الصورة الشخصية، شايفين الباك جراوند تبعه، حاطط مثلا انه هو ديجيتال ماركتر، حاطط هو انه هو اكسبيرت بالتجاره الالكترونيه، وحاطط رقمه الايميل تبعه. طب انا شو بدي احلى من هيك؟ طب اجيت هون، طب شو رايكم بالهيدلاين اللي هاد؟ بس من بعد اذنكم، شو رايكم فيه؟ شباب وصبايا انتوا معي؟ نعم. نعم. شو رأيكم بكتابته لهذا الهيدلاين؟ هلا هو كاتب مثل ميزة هو بيتمتع فيها وبيقدر يقدمها لجمهور المستهدف. هلا انتم فيكم تعملوا هذا الشيء عادي، وحتى لسه ما اشتغلتوا عادي جدا طبيعي. شو يعني؟ يعني انتم مثلا شغالين في مجال الجرافيك ديزاين، لأفرض اي شخص بيشتغل مثلا جرافيك ديزاينر بيكون رسالته مثلا انه هو بيقدر يصمم تصاميم بتقدر توصل رساله الشركه من خلال تصاميم ابداعيه، حتى لو كان هو ما عنده خبره، بس فينه يقدم هذا الموضوع. هي الميزه هو بيتمتع فيها من خلال جرافيك ديزاينر، وفينه يقدمها. فانا فيني اكتبها كجمله قيمه مضافه وحطها هون، يعني انا فيني ساعد في زياده الارباح، فيني ساعد في تقليل المبيعات، في تقليل المصاريف مثلا، فيني ساعد انه بالهندسه في امر معين. انتم بمجال الهندسه شو هو الامر اكثر امر دائما بتردد بمجالكم ودائما الشركات تحتاجه؟ فانتم اكتبوا انا فيني ساعدك في حل هذا الامر، المشاكل اللي دائما بتواجهوها في مجال الهندسه، في الشركات اللي بتطلبكم. اكتبوها كجمله قيمه مضافه، حطوها بالهيدلاين. تمام. شوف اذا انا نزلت لتحت، شوف الهيدلاين تبعه، عفوا الفيتشر تبعه قديش رائع. الفيتشر تبعه جدا جدا رائع. يعني عنده مثلا شو عمل؟ جمع افضل قنوات البودكاست العربيه وجمعها بمنشور وحطها بقسم الفيتشر مثلا. في عنده هلا خليني انزلكم شوي، عنده كتير منشورات عم ينزلها حول التسويق، هو مختص بمجال التسويق، فهو عم ينزل مقالات مرتبطه بمجال التسويق. انت طب من وين بدك، سؤالي من وين بدكم تجيبوا محتوى؟ شباب صبايا كيف انتوا تكتبوا محتوى وانتوا لساتكم خريجين وما عندكم خبره؟ شو رايكم؟ هذا السؤال دائما بتردد عندكم. ممكن ست بتعيد السؤال، ما فهمت شو يعني المحتوى اللي تقصدي فيه. هلا احنا في على اللينكد ان فينا ننشر ونكتب منشورات وننزل
أمور متعلقة بالمجال الشغل اللي إحنا نشتغل فيه مستقبلاً. طب أوكي، أنا شوفيني كصبية مثلاً هلأ خريجة جديدة أو لساتني سنة رابعة جامعة، شوفيني أكتب، لسه أنا ما عندي خبرة، شوفيني نزل منشورات على لينكد إن مثل ما إحنا بننزل منشورات على الفيسبوك تحدث عن حياتنا الاجتماعية، كمان إحنا على لينكد إن فينا ننزل منشورات تتحدث عن الأمور المهنية الخاصة بمجال شغلي اللي أنا بدي أشتغل فيها مستقبلاً. طب أنا شوفيني أكتب محتوى، شوفيني نزل منشورات، ممكن مقالات أو آخر الأخبار والأشياء اللي يعني الحديثة، تكنولوجيا، الشيء اللي أنت مختص فيه، يعني آخر المستحدثات. تمام تمام، مية مية، هذا هو محمد أكيد. يعني هلأ دائما بيقولوا لي طب أنا ما عندي خبرة، ما عندك مشكلة، ما يكون عندك خبرة، بس روح افتح، ما هي جوجل، خلاص روح على جوجل افتح قول والله انا بدي اكتب عن مجال الفلاني، بتلاقي مقالات، بتلاقي كتير مصادر، خذ مقاله معينه عجبتك ولخصها، قول 1 2 3 4 واكتبها كمنشور وانشرها على لينكد ان بحسابك. شوي 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 راح تلاقي الناس راح تتابعك، راح تلاقي الناس راح تهتم فيك لانك انت عم تنشر محتوى مفيد حتى لو كان اخذها من مقالات ثانيه. احنا بنكتب 1 2 3 4 هي ملخص المقاله ومصدر هي المقاله اخر شيء، بس الناس عم تشوفك انك نشط، الناس عم تشوفك انك عم تشارك معلومات جديده، معلومات حلوه، عم تشاركها باسلوبك. عرفتوا علي كيف؟ انا هون خليني اورجيكم، اورجيكم هلا مثلا اكسبيرينس اخر وحده مو موجوده. طيب هلا هون الفولنتير، هذا الخبرات التطوعية الموجودة عند يزن، هدول الفولنتير انه هو كان مثلا سبيكر، كان متحدث في الامر الفلاني في الحدث الفلاني، كان مثلا بالصليب الاحمر هو كان متطوع، فانتوا فيكم هاي الامور تيجوا تاخذوها تحطوها بقسم الاكسبيرينس بشكل مؤقت، بعد ان شاء الله بس تتوظفوا بالوظيفة اللي بدكم اياها، الامر اللي انتوا طامحين له، تجوا تنزلوا هاي الامور الاكسبيرينس اللي انتوا حاطين على التطوعي كل واحدة بالقسم التابع لها، وبعدين تحطوا القسم الجديد اللي انتوا بوظيفة جديدة، فرصة عمل جديدة اللي انتوا صرتوا فيها. في حدا عنده سؤال لهون؟ انا بس خليني ازودكم بالحوارات اللي تمام، في حوارات عملتها مع شباب وصبايا كرمال يزيد عندكم الاقتناع. صراحة يعني الامر بده على طول تتحركوا فيه، لانه كل يوم في فرص على لينكد ان، كل يوم في فرص عمل، كل يوم في علاقات فينك تشبك مع ناس مستهدفين، فينك تتواصل مع مين ما كان على لينكد ان، لينكد ان مفتوح 24 ساعه، فينك تسوي على حالك 24 ساعه بشكل مجاني بدون اي شيء، فهي وسيله كثير رائعه واني انا اطور من حياتي المهنيه واوصل اللي بدي اياه من خلال هي المنصه. صراحة من الأمور اللي أنا كتير بزعل عليها إن أنا ليش ما بلشت بعمركم، أو ليش ما بلشت بالوقت كنت جامعة. خليني بس أبعث لكم تمام، هاي تجارب ناجحة، هاي من التجارب اللي أنا أبعثها عندكم على الجوجل ميت. تمام، هلا بس في اخر نقطه كثير مهمه من بعد اذنكم شباب وصبايا، هل حدا منكم بيعرف شو هي المهارات اللي لازم تكون عندك كرمال تقدر تشتغل في سوق العمل؟ يعني اكيد انت هلا مخرج جامعه الفلانيه في اختصاص الفلاني في الهندسه، طب اوكي مو يعني انك انت جاهز في سوق العمل، في مهارات لازم تكون موجوده عندك. حدا بيعرف كيف يحدد شو هي المهارات حتى يكون مؤهل لسوق العمل يشتغل فيها؟ تفضل محمد. لا حبيبي شكرا، اعتقد اكو بيسك مهارات يعني او الاعتياديه للجميع اللي هي مهارات التواصل والعمل الجماعي والديجيتال، يعني مثل المايكروسوفت والاكسل وهاي الاشياء يعني. تمام
تمام. هلا حلو هذا الحديث، بس انا كرمال اشوف هل شغلي مزبوط، هل المهارات عندي اياها اللي هلا مطلوبه في سوق العمل موجوده عندي ولا مو موجوده. في اداه جدا جدا رائعه بتقلكم شو هي المهارات اللي لازم تكون موجوده عندكم، ولازم تكون اساسا اللي هي المهارات موجوده عندكم على البروفايل. وين موجوده عندكم على البروفايل؟ وين قصدي يعني هون هلا قسم السكيلز عندكم، قسم سكيلز هذا بيكون قسم المهارات، في هون قسم ايش اسمه المهارات هذا اللي هون، في احنا قسم من الاقسام على اللينكد ان اسمه سكيلز مهارات. شو يعني مهارات؟ يعني انا مثلا بالهندسه شو اكثر المهارات اللي انت تعلمتها عرفتها بالجامعه عندك اكتبها. مثلا انا في قسم البرمجه انا عندي مهاره بي اتش بي بروجرامينج ASP بكتبها كمهارات هون 1 2 3. طب انا كيف بدي اعرف شو هي المهارات المطلوبه في سوق العمل اساسا؟ في عندي هي الاداه حبعث لكم اياها على جوجل ميت، هي اداه اسمها كارير اكسبلورر. صراحه يا شباب يا صبايا جدا مهمه، لازم اي شاب اي صبيه عم بدور على فرصه عمل خريج جديد لازم يشوفها ويدخل عليها ويعرف شو هي المهارات. طب انا اوكي اجيت لهون شو اعمل؟ انزل لتحت هيك نزله محترمه لتحت بتلاقوا هي الخانات، روح اول شيء على خانه انتر اجوب. اوكي انتر اجوب، طب شو اكتب المجال الوظيفي اللي بدك تشتغل فيه. تمام، المجال الوظيفي اللي انت بدك تشتغل فيه. لافرض مثلا خليني كنترول انجينير، مثلا كنترول انجينير. تمام، شايفين هون skills for control engineer هذا اللي مكتوب بالطول، هذا اللي من هون هيك لهون، هاي السكيلز اللي لازم يكون موجود عندك كرمال انت تشتغل control engineer، لازم هدول تكون موجودة عندك. ما كانت موجودة عندك روح طور، خد كورسات خاصة فيها حتى تقدر تضيفها عندك على بروفايلك على LinkedIn، لانه هاي المهارات اللي هلأ عم تطلبها الشركات، هي المهارات اللي هلا حتى اللينكد ان حلت اللينكد ان كثير من البروفايلات الحسابات اللينكد ان حسابات الاشخاص حلت كثير من طلبات الشركات وطلعت بهي النتائج. شو النتائج؟ بتقلك بدك تشتغل بهذا المجال ما عندك مشكله اشتغل فيه، بس هي المهارات لازم تكون موجوده عندك. لقيت في مهاره مثلا ما بتعرف شيء عنها، مثلا اوتوكاد ما بتعرف شيء عنها، تروح علم حالك فيها، درب حالك، طور حالك بهي المهارة. طب عندك مهارة بتعرف شيء 20% 30%، ما عندك مشكلة ضيفها. أما في مهارة ما بتعرف شيء عنها، لا طور حالك فيها، عرف شو هي الأساسيات وضيفها على بروفايلك. بس أنت إذا عارفان حالك أنك ضعيف في هي المهارة، بس الأحسن أنك تحسن حالك فيها. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال فيها بالنسبة لهذا الأمر؟ كيف طلع؟ بس فوتوا على كارير اكسبلورر، بعتلكم الرابط على جوجل ميت، انزلوا لتحت اكتبوا المسمى الوظيفي اللي حابين تشتغلوا فيه، شوفوا السكيلز، شوفوا شو عندكم سكيلز. حدا عنده سؤال بالنسبة لهي الأداة؟ انتوا شكلكم اليوم آخر اليوم نايمين على الأخير. طيب يعني مكسور. طب خليني بس آخر نقطة اللي هي حتى أفيدكم أكثر بهذا الأمر. شايفين هلا إحنا في عنا اشتغلت في دليل خاص فيكم، دليل الطلاب اشتغلت عليه أنا وأستاذ خالد، يمكن خالد الأحمد يمكن سامعين اسمه. هذا الدليل إلكم بالذات. ليش؟ بشرح كل شيء، كيف تبنوا بروفايلاتكم بطريقة عملية، كيف تشوفوا الخطوات، لأنه صراحة في تفاصيل، أي تفاصيل ما حتكفي خلال هاي الساعة اللي إحنا حنحكي فيها. فبشرح لكم شو تعملوا، شو تساووا، شو الأمور اللي فيكم تستفيدوا منها من خلال هاي المنصة. راح أبعث لكم كمان هذا الرابط كمان على جوجل ميت. هاي صار عندكم. هلأ في حدا عنده سؤال؟ حتى بس اني مضطره انهي الورشه اليوم هلا صراحه، بستاذن من حضراتكم ما عندي مجال اكثر من هيك. ففي حدا عنده سؤال
في حد عنده أمر معين غير بده يسأل عنه تفصيل حكينا فيه هلأ بالورشة ما عرفه؟ شباب صبايا كفيت ووفيت ست. تمام محمد تفضل. ما بعرف. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهلا وسهلا. ست أنا عندي مشكلة بكتابة الملف الشخصي. نحاول أضيف مجال تخصصي هندسة نفط بتروليوم إنجينيرينج ما يطلع ضمن الخيارات فما أقدر أضيف مجال تخصصي أو عملي. يلي هو بالإكسبرينس وين بالضبط؟ أي قسم؟ إضافة مجال تخصصك الملف الشخصي. تمام قسم الإكسبرينس أي قسم؟ في أكثر من قسم بقدر أنا أضيف مجال تخصص قسم الإكسبرينس؟ نعم قسم الإكسبرينس. طيب هلا هون اذا يعني ما لقيت الشيء تماما اللي هو المجال اللي تبعك ففينك تحاول قدر الامكان انك تجيب شيء قريب يعني حاول شوف هل او يمكن عم ينصغ بطريقه اخرى. كيف تعرف بتروح خليني اورجيك مثلا شايف عندكم هون باللينكد ان في عنا هون فوق في شيء اسمه ماي نتورك هوم جوبز. طب نروح على الجوبز فوتوا هون على السيرش اكتبوا مجال التخصص تبعكم. وقت تكتبوا مجال التخصص تبعكم بالسيرش حيطلع لكم خيارات أخرى. طب خليني أنا أكتب مثلا ماركتينج مثلا ماركتينج. تمام شايفين أنا أول بس ما كتبت ماركتينج شايفين هدول الخيارات هدول الاقتراحات هدول الاقتراحات من قبل لينكد إن اللي هي معترف فيها باللينكد إن. طب شوفوا في شيء مناسب طب ما في شيء مناسب روحوا على أول خيار ماركتينج حيطلع لكم عدة نتائج من هاي النتائج اللي حتطلع لكم. دكتور تفضل. الشاشة واقفة. لا واقفة أنا الشاشة عاملة شير للشاشة. نعم تمام. أول ما تكتبوا ماركتينج حتطلع لكم أو مثلا المجال اللي أنتم بدكم إياه رح تطلع لكم عدة إعلانات لفرص العمل. تمام هاي إعلانات فرص عمل فبتلاحظوا عم تنسخ بأكثر من صيغة فشوفوا أي صيغة قريبة لكم واجوا اكتبوها بقسم الإكسبرينس. هذا عنده سؤال ثاني؟ تمام مشكورة دكتورة. يا أهلا وسهلا. شباب صبايا حدا عنده سؤال ثاني؟ إن شاء الله موفقين يا رب وتحققوا الأهداف اللي بدكم إياها. وصراحة يا ريت تشوفوا التجارب اللي حطيتها في عندكم أكثر من رابط تجربة الأشخاص الشباب الصبايا اللي نجحوا من خلال منصة اللينكد إن وقدروا يوصلوا اللي بدهم إياه سواء فرصة عمل سواء علاقات سواء تشبيك. الدليل اللي مديتكم فيه صراحة هو بيختصر كثير أمور عليكم بيشرح لكم بشكل تفصيلي خطوة خطوة بشكل عملي. هون ساعة ما حتكفي هنيك بهذا الدليل شارح خطوة خطوة بالنسبة لكم بالذات لشريحتكم بالذات. أنا كطالب أنا كخريج جديد شو فيني استفيد من هاي المنصة وكل إكسبلورر صراحة لازم تفوتوا عليها وتشوفوا شو هي المهارات المرتبطة بمجال شغلكم. وموفقين يا رب وإن شاء الله تحاول الهدف اللي بدكم إياها بإذن الله. الله يعطيكم العافية جميعا شرفت حضراتكم. شكرا 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 جزيلا. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. شكرا لحضرتك ست علاء على شرح المعلومات القيمة. شكرا لحضورك الكرام إن شاء الله تكونوا استفدتم من الورشة. يا أهلا وسهلا.